طب ده جانب. الجانب الثاني وهو متعلق بمباريات النادي الاهلي. امبارح الحمد لله كان لنا انفراد مهم جدا لما استعرضنا اجنده الاتحاد الافريقي في عام 2024، وقلنا المباريات الرسميه بدءا من اول يناير حتى نهايه شهر ديسمبر. وعام 2024 منقسم الى جزئين، جزء متعلق بالبطولات الافريقيه سواء انديه او منتخبات او اجنده دوليه حتى شهر 6 اللي هو الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، والجزء الثاني الموسم الجديد والاستعداد للمرحله القادمه بدءا من شهر اغسطس حتى شهر ديسمبر. فلو عدينا عدد المباريات اللي الاهلي هيلعبها في الفتره الجايه، حتى لو وصل اذا ان شاء الله ربنا وفقنا ووصلنا الى المراحل النهائيه كما هي العاده في كل مره، اعتقد وقتها الاهلي هيكون مقبل على ما يقرب من حوالي من 40 الى 50 مباراه. ولكن كلنا بنستنى دلوقتي بقى اتحاد الكره ولجنه المسابقات تحديدا او رابطه الانديه عشان تعلن باقي مباريات الجدول خلال الفتره اللي جايه. ماتش بلوزداد اتحدد ميعاده احد ايام 16 او 17 فبراير. كاس الامم يخلص 11 فبراير، بعدها على طول بخمس ايام لاعبي النادي الاهلي سيتجهون الى الجزائر، عندهم مباراه احد ايام 16 او 17 يوم الثلاث او الاربعاء. المباراه هتتلعب في ملعب 5 جويلية في العاصمه الجزائر، وده ميعاد رسمي لمباراه الجوله الرابعه المؤجله في دوري ابطال افريقيا. يعني منتخبنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نوصل فاينل، وقتها لاعبي النادي الاهلي مع منتخبنا لما يرجعوا يوم 11 فبراير مفيش 24 ساعه ويسافروا مع الاهلي على طول على الجزائر. طب لا قدر الله منتخبنا خرج مبكرا، لا قدر الله، احنا لازم نحط كل الاحتمالات، وقتها لاعبي النادي الاهلي هيرجعوا للتدريبات وهيشاركوا في التدريبات ويواصلوا الاستعداد لمباراه بلوزداد، ولكن مش هتكون في اي مباريات رسميه للاهلي، مش هتكون في اي مباريات رسميه للاهلي حتى السفر الى الجزائر، لان اداره المسابقات قالت ان الدوري مش هيستأنف الا بعد كاس الامم، سواء المنتخب كمل او المنتخب لم يستكمل مشواره في بطوله الامم. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذا الملف، ويكون عندنا موعد باذن الله كمان في شهر مارس في اول ايام رمضان باذن الله على بطوله كاس مصر نهائي الكاس مع نادي الزمالك. طيب المنتخب بيستعد ازاي؟ والنهارده كان في خبر مهم جدا عن خروج احمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني بسبب الاصابه اللي تعرض لها في تدريب الامس، وبالتالي قائمه المنتخب دلوقتي 26 لاعب. هل ممكن فيتوريا يستدعي لاعب بديل لاحمد نبيل كوكا ولا هيكتفي بال 26؟ مشوار البطوله هل المنتخب هيحتاج فعلا ان يكون ب 27 ولا ممكن يختصر ل 26 لاعب؟ هل البطوله صعبه على منتخبنا ولا المنتخب ممكن يعمل نتيجه جيده ويوصل للمراحل النهائيه زي ما حصل في 2017 او سوري في 2017 و 2021؟ لان النسخه اللي جايه في كوت ديفوار هي نسخه 2023 حتى لو هتتلعب في 2024.